initial carriers, تمام؟ Management of non-carriers teams. Today, we will talk about management of deep-seated carriers. Deep-seated carriers, كلكم يجوكم وشايفين يعني. يعني there is carriers cavitation. There is cavitation. زين؟ فهي شنو ال possibility of the يعني التريتمنت اللي ممكن we will face for these cases. It is either after cleaning, either no exposure. ما عندنا أي exposure, we clean, lining, lining, amalgam, والمسألة أتر. Or we will do indirect pulp cupping. There is a slight caries. ليش هسه جايين؟ شنو قصة ساعة بيش؟ هسه يلا 9:30. هسه 9:30؟ إيه هسه 9:30. عادي يا بنت. Or indirect pulp cupping. Indirect pulp cupping هسه كلها نحكيها بالتفصيل. leave affected dentine, okay, and then the soft dentine اللي نعتبره احنا caries. احنا مو دائما remove all the soft dentine or caries. وهنا أنا leave the layer or affected dentine. We'll put the dressing on it. ويعني هسه نجيها بالتفصيل. بس هذا المخطط على مود تصير عندكم في الايماجينري على المحاضره كلها. زين؟ او الاحتماليه اللوح هو there is pulp exposure. يعني هنا بكل الاحوال no exposure او no pulp exposure. البولب exposure either traumatic exposure انتم تسووا هو مو شو اسمه traumatic. وبهيج حاله either direct pulp cupping اللي هو أكثر شيء يفيدنا أو نوبات إذا ما يفيدنا after follow up نشوف بعد prognosis نسويه إندو أو عندنا اللي هو non vital exposure التوث non vital هذا ما بيها مجال لازم نسوي له إندو. لهذا بالهستري دائما الفيتاليتي بالديب سيتد كيريز فيتاليتي اوف ذا توث از فيري امبورتنت. يعني ركزوا عليها لان من التوث نون فيتال معناته اندو ما بها مجال لا دايركت ولا اندايركت ولا اي شيء ولا فولو اب نون فيتال. هو المفروض فيتاليتي تيست بس احنا طبعا ما عندنا. انتم تقدرون من الهستري مال بيشنت زين إذا يقول سنسيشن من الكولد أبليكيشن الكولد أبليكيشن الهوت أبليكيشن للعلم سنأخذها بالبالبديز. الهوت أبليكيشن مو دلالة على الفيتاليتي. الكولد أبليكيشن يعني لين إحنا ما عندنا لبالب تستر ولا هالشغلات تقدرون كلش كلش تبلشون without anesthesia start to do cavity without anesthesia. زين وهم you will see the response of the patient. A response معناته vital. يعني لهذا المانجمنت مالتي من vital تماما يختلف عن non vital. ال non vital رأسا من البداية واخصمها ويا البيشنت لأن يعني هذه شغلة الاندو مو شغلة هينة visits وما ادري شنو وفولو اب وهالمسائل. اخصمها للبيشنت يابا هذا انت رات لاندو كذا وكذا. زين في حين الفيتال لا هذه البوسيبيليتيز اللي قلنا عليها. طبعا هنا هذه اخذناها ديسكلوزنج سوليوشن الام مالتها شنو هو تو ديستينجويش بتوين افكتد اند انفكتد. هاي كلها شرحناها هذه يعني الستين اللي هي يعني يصير يعني colored للinfected just infected تمام الaffected
يعني توصل مرحلة زين إنه هو affected ما يصير بها أي استين. I will stop removing the soft dentines. Two types اللي هي basic fusogen وacid rate solution هي هذه اللي نستعملها نسميها disclosing solution أو يعني هذه كلها شعبية. نجي الشغلة المهمة عندنا هي هسه محاضرتنا هي البالب كابينج بشكل عام. كابينج إيش تقصد به؟ كفر تمام لو لا كفر وذ دريسنج. الدريسنج عادة اللي هنا نستعمله هو الدايكر زين كالسيوم هيدروكسيد هو لو اكو الام تي اي والبايودنتين والثريكال يعني اكو بس اللي هنا نستعمله هو الدايكر اوكي. فهنا تو تايب اوف بالب كابينج الدايركت بالب كابينج والاندايركت بالب كابينج. هسه نشوف احنا الفرق بيناتهم شنو. هي كجنرال كونسيدريشن بالنسبه للبالب كابينج بصوره عامه زين the tooth should be vital زين قلنا النون فايتال احنا نقرر الجسم هاي no any signs of pathological apical pathogenesis اوكي ما عندي لا عندي فد يعني شوايدنينج بالبريودنتال ليجمنت يعني هذه ضروري الاكس راي كلش مهمه اكس راي هنا مو حتى اشوف الديبث اوف ذا كيريز واصل للبابلو لا ترى ما اقدر احدد زين اشوف احتمال ديب لو انيشال اي بس مالت اني اشوف ان انا واصل ما ما نقدر بالإكس راي ومشاعر عادي فهذه كلش مهم يعني no evidence of periapical lesion pulp health should be زين لأن هي دا يعتمد السكسس على الجلد فالحس ها عيني widening معناته non-vital هذا يعني as simple as شوفون أكو widening بالبري non-vital من وصل للبريودنتال ليجمنت المسألة معناتها أي سي يعني مو شرط تشوفون بري أبيكال ليجن راديو لوسنس هيجي يعني واضحة يلا معناتها نم وايدنج معناتها هو نم فأقرر الإندو. هلا دكتورة وين وصلت ورقة الحضور هسه بس يكملوها اوكي هسه نجي بالنسبه للاندايركت بولب كابينج. الاندايركت بولب كابينج شو يصير عندي اكو انا عندي a lot of caries soft caries ورا ما اشيل all the infected caries infected dentin قلنا نوصل الى الaffected dentin زين after removing راح تبقى لي عندي شنو layer very thin layer طبعا احنا اللي اللي اللي, اللي المشكله المتعارف عليه اللي دا يصير انه يظل remove the soft caries يبقى في منطقه يخاف يوصل والله شنو راح اخاف يصير اكسبوجر اعوفها اخلي اسوي indirect pulp cupping احسن غلط زين اولا المفروض اني بس all the infected caries should be removed هذه near the pulp اما all the affected and infected on the wall should be removed هذه على الوال اللي بعيده عن البالب بس اللي قريبه على البالب ال affected caries I will leave it هذه ما معقوله هذه فت very very thin layer كلش بالنسبة يعني لكم شوية صعبة تفرزنوها احنا اكسبيرينس هاي ممكن نفرزنها زين او المفروض disclosing solution اكو بحيث تقدرون انتو سهلة يعني تفرزنوها اوكي بس اما ما لا تتعوف لطبقة الثقناتها ما ممكن لان هنا
السكسس اوف الدايركت بودكابينج راح يعتمد على الـ يعني الاريا شود بي فري اوف مايكرو اورجانيزم. بتعرفون شنو؟ او على الاقل اليمنيشن ذا مايكرو اورجانيزم از ماتش از وي كان نشيل. زين اما يصير اكسبوجر او فو يصير اكسبوجر يعني سو وات؟ لا بالعكس راسا اقول للبيشنت يابا هذا يراد له اندو تنتهي المساله. زين اما مالت لا اخليه بلكي بلكي على الجسمه يصير بلكي على الدايكال. ماكو هيك شيء ترى يعني هواي ترى اطباء اسنان يشتغلون هالطريقه هذه اللي هي غلط. تشوفه اوكي هو يمشي وما عنده بين ورا ثلاث اربع اشهر يجي هيك وكم مره. يلا ليش متاخره هالقد؟ زين فالفكره هنا أنا. زين شنو الفكره مالت اللي دي يصير عندنا؟ احنا شرحنا لكم بوقتها الارست كيريز شلون يصير تمام. لا الفكره انه هل افكتد كيريز احوله الى ارست دنتي. فكرتي ترى تختلف تماما عن الدايركت بلد كابينج. دايركت بلد كابينج شكل شغله وهذا شكل شغله. زين الاندايركت بلد كابينج هو تو change the affected dentin into arrested dentin. اوكي هذه ارد اني ناطتكم اياها بدايه السنه بس على مود نذكركم بيها الشيء اللي دا يصير هنا. When there is a reduction in the number of bacteria هنا اللي دا يصير عندي شنو؟ ال pH ال pH will be increased. Okay. Then هنا المينرال صور شو يصير بيها؟ accumulated near the dentinal opening. زين هذه المينرالز تتحول الى ترايكالسيوم فوسفيت اللي يصير اكبر. زين بعدين شو يصير؟ close the opening of the dentinal tube. Okay. فلهذا احنا شو نشوف؟ يعني احيانا نشوف اللي نشوفه فيصير arrested. اللي نشوفه هي layer. Layer كلش very hard layer. بس بنفس الوقت الكلر مالتها دائما dark. Either brown or black. اللي هواية نوبات نقولكم لا تشيلوا اوقفوا. او عفوه هذا arrested كيرز. زين فهي الفكره انه احول هذه هالمينرالز into large particle to close the dentinal tube. هي هاي فكره ال arrested dentin. زين هنا الانديكيشن قلناها شو اسمه vital tooth no mobility no evidence of periapical lesion من هالشغلات هذه no resorption. ال contraindication الكلش مهماته no exposure يعني مجرد طل شوية صار عند bleeding بعد ما يفيده ال indirect pulp cupping. زين خلاص هو راح لا راح يفيد الدايركت بلب كابينج ولا الاندايركت بلب كابينج لان الدايركت بلب كابينج هو جاست اونلي فور تروماتيك اكسبوجر ده تشتغلون ونضيف وهفيتوا مثل الكيسات مالت الامتحان البارحه بس الله وحده كان واقف للبيشنت ماكو. زين هوايه من عندكم جيت وانا ايش قلت قايله لكم ورد وعيد يابا من عندكم سبوت ديب لا تنزلون بكل الجسم. زين بس على قلت السبوت نزلون لان انتم دا تدرون ايش تسوون انتم من دا يصير هيك هالكاتنج والله شنو دا اسوي البابل فلور عدل وين اكو هيك شيء انتم من دا تمشون عدل انتم دا تتخيلون البالب تشامبر شلونه؟ بلب تشامبر صاير من النص تمام لو لا؟ كونفكس بعدين يرجع البلب عالي عالي يصير
فهذا احتمال بالتعديل بالتعديل وسويتوا تروماتيك اكسبوجر. التروماتيك اكسبوجر يرهم له الدايركت بوب كابينج، بينما انا اذا عندي كيريز غايتي الدايركت بوب كابينج ما يفيده اذا يصير اكسبوجر. فالشغله كلش مهمه هي الكونترا انديكيشن، هي لما عندي اكسبوجر، لما عندي ابيكال ليجن اور نون فايتال توث او موبيلتي، هاي الشغلات كلها كونترا انديكيشن. زين دكتور، وش الفرق بين دايركت والاندايركت؟ شنو الفرق؟ يعني كتكنيك لو هسه اني اللي حكيتها كميكانيزم هسه، اما بالشغل هسه راح نحكيها. زين؟ بالنسبه للكلينيكال تكنيك اللي هي شلون نسويها. زين؟ الكلينيكال تكنيك فيرست اوف اول طبعا الكليننج للدراينس. أنا من أخلي بالي هذا indirect cupping أدير بالي المفروض دراينس وربر دام أحاول أحافظ يعني السلايفة إجكتر ما تنزل من حلقة يعني بطريقة، لأن هذه عندي أني salivation contamination. زين دي يصير هنا أنا عندي وراها remove the caries all the caries on the wall أي شيء. المكان اللي near the pulp زين a thin very thin layer of dentin which is affected of dentin، لأن هذه يعني يصير عندي إحساس إنه هذه أني طبقة إذا if I remove it راح يصير عندي exposure، فهيك يعني. زين ف better than exposure ورا ما أني متأكدة من التوث. زين ايش اسوي؟ وي بوت ادريسنج، الدريسنج هنا الكالسيوم هيدروكسيد الدايكال. زين ورا الدايكال هي وي ويل بوت تمبرري فيلينج بس نوت ذا اوردينري تمبرري فيلينج، هاي الاي ار ام اللي هي الانترميديت ريستوراتيف ماتيريال اللي هي تكون هارد نفسها اللي ده تستعملوها انتو معاكو زينكوكسات يوجينول تمبراري فلنج اللي يصير very soft ما تفيد بهالحالة. زين انا اريد شوية material hard وبنفس الوقت ما نريد نستعمل احنا شوفوا الفرق هسا نحكي مثل direct bulb cupping نخلي له permanent restoration لان انا رح اشيله بعدين. اوكي خليت هاي الطبقة انطي البيشنت اقول له ورا اسبوعين زين او اسبوعين ثلاثه بهيج حاله شو نسوي؟ ها ورا 6 الى 8 اسابيع هنا 6 to 8 ويك منو ما مسجل؟ لان عددكم اكثر اللي هي هاجر يمكن منو؟ هاجر حذفت اسمها رجعت هاجر اللي حذفته اسمها رجعت شلتيه غير؟ ها يعني انت لعد سجلتيه كتبتها مره ثانيه هاجر كتبتي بالبدايه لا ما كتبت اصلا بالبدايه هاجر الخميس هاجر الخميس اي موجوده هسه على كل ان اللي ناسي اسمه يقول لي ويجي علي تمام بعدنا اكو حد من غير ملحد داخل وياك خلاص داخل ايه لا اكو ضيف منو هذا ما حسبته ما حسبته صغير ما حسبته لا ما حاسبته صغير اكو ايه اكو ها اكو ايه يلا ها هي هذه يلا كافي زين هسه هذه after 6 to 8 يعني انا اعوف هذا على هالوضعيه evaluation اسوي له evaluation هو not remove the following evaluation للبيشنت
اخذ هيستوري مالته، اكو بين التندرنس اللي هذه هالشغلات هذه كليتها، اخذ له اكس راي، اخاف اكو ايفيدنس اوف باثوسيس، اخاف اكو دايليتيشن، هالشغلات هاك، لان اي ساينز من هالشغلات معناتها تسوي عنده ماكو داعي ينتظر زين هالفتره هذه. اوكي دكتوره سايت في الليل لعبنا يعني بيش. هي من 2 الى 3 ويكس عيني بس هاي في الليل لعبناها اي بس على البال اي هاي بيها كيريز افكتد يعني نوت انفكتد على كل بس هو نعتبره احنا كيريز فيري ثلي زين اشوفه هذا ورا الايفالويشن ورا شهرين الى 3 البيشنت انذر ابوينتمنت remove the فلان كليتها and remove the die card نفس الوقت شوف الفرق بينه وبين الدائرة remove the die card ها ليش حتى to evaluate if this affected change into arrested or not تمام لو لا أتأكد من أشوفه hard okay الشغلة أني أكمل ذاك الوقت permanent restoration وبنفس الوقت أنا مسويت له إيفالويشن للفيتاليتي ومسويت له إيفالويشن بالإكس راي وهالشغلات لا والله بعد سوفت ممكن إنه وما عندي أي يعني يعني إيفيدنس أوف باثوسيس أو شيء طبيعي أخليه بعد أعوفه فترة معينة يعني إذا أنا ريموف ذا تي إف أفتر تو مانث أعوفه أسوي ثري مانث ورا الثري مانث بعد يعني ما في زين اوكي فلازم نشيله وندير بالنا من الريموف لان احيانا ويا الريموف يصير الاكسبوجر زين كيفه مو اجيب يعني بستاتيك الاكسكافيتر هلا كيفي وما يكون شارب هلا اكسكافيتر مو اجي اني بالبروب اقول له هيك وتقلي لي اذنت اللي يا راضي زين زين السكسس راح يعتمد هنا راح يعتمد على الايج كلش مهم اليانج بيتر ذان اولد بيشنت السايز اوف ذا اريا اللي عفناها اذا لارج اريا تصير باد بروجنوسيس الفيتاليتي اعتيادي يعني هذه الشغلات هذه بالنسبه للدايركت بودكاست هاي الاوبجكتيف وهالشغلات كليتها هذه شرحناها الكونكلوجن على على هالشيء كله هو سواء دايركت او اندايركت او ايفن اندور الشيء المهم هو السلكشن اوف ذا كيس يعني انتم يجيكم بيشنت يعني هنا مثلا انا هنا ابدا ما اخليكم تسوون اندايركت يعني يجيكم هو جاي ما ادري منين يريد يفضها بجلسه واحده ما ادري شنو تقول له روح وتعال يعني patient education is very important for these cases. زين؟ شو أني هنا أنا بالنسبة إلي management مالت هيك كيسات even the affected اللي أني شاكة بيهم أقول له شيله لأن على مود أذبحها على قبلها هي هو إكزو إندو لا بتر مو هي مشكلة الإندو شنو مشكلتي أني كل ما أخرت كل ما أخره مو من صالح البيشنت كل ما أسوي أوكت أفضل زين بعده توث فايتال ماكو أبيكال ليشن ماكو مدري شنو البروغنوسيس يصير بتر فماكو داعي أنا عارفة هذا البيشنت ما يقدر يروح ويجي وفد شغلات أو زين ليش ده أقول له روح ويروح أقول له تعالي ورا شهرين وهو يمكن ورا سنة إلى أن يعيد عليه سنة ويجوه فهذا selection of the case very important أنتوا بالمستقبل العيادات أو فتشي لازم أنتوا تسوون selection البيشنت يا بالبيشنت تفهموا بيك حال تروح وتجي واحتمال تنجح واحتمال تفشل أكون صريحة ويا البيشنت إيه ها هي قلع الهياء اقلع الهياء لا تقول حرامات مو قصة حرامات هو بس هو قصة sooner or later هو he will extract it يعني هذا البيشنت يعني رغبة البيشنت كلش مهمة صحيح
حرامات هو نفس النتيجة، إذا عافى وبها نفس النتيجة بالعكس راح يأثر على شلون عندي بدها تشعليها ما وين تشعليها. انت المهم تقول، انت المهم صريح تكون وياه. لعد هي زين تخليه يجي مرتين ثلاثة تهل تقول له راد له اكزو هذه احسن زين. شو يسوي والله العظيم شو يسوي هو من البداية والاحسن من عنده هو من البداية. ها كحنت شو بساعة قلت لي بس ما كنت زين. فهو هذا واحد يكون صريح ويدفش. هسه نجي الى هذه هيجي زين. نجي الى الشغله الثانيه اللي هي دايركت بولك كابينج. هسه عرفنا الاندايركت بولك كابينج الدايركت بولك كابينج. انتبهوا عليه الفرق لان هذه ترى هواية تجيكم خصوصا بالامتحان وبالهذه الفروقات يعني مو بس بالعملي. الدايركت بولك كابينج هو همينة كابينج كفر الدراسينج. الفرق هنا شنو عندي؟ انا عندي اكسبوجر. الاكسبوجر هو تروماتيك اكسبوجر. هناك اذا صار اكسبوجر عندي باثولوجيكال اكسبوجر. الباثولوجيكال اكسبوجر التريتمنت مالته شنو وين؟ اندو انتهت. مو اقول له باثولوجيكال اكسبوجر اخلي له دايكا ماكو هيك شيء. اكو كيريز وصار اكسبوجر اندو زين. بس اذا كلين تروماتيك مثل الكيسات تصير نوبات بالبين نوبات من سوي بريباريشن للتوث نقعد نهبر ما نحسب حساب للاناتومي اوف ذا توث خصوصا تصير بالكي 9 ما نشوف اللي يصير اكسبوجر. هاي الكيسات من كلين ما نو كيريز يفيدها الدايركت بولك كابينج. الدايركت بولك كابينج هنا الماتيريالز اللي استعمله هي حقيقه مو بس الدايكال هي بايو كومباتبل ماتيريال شو تبي اللي هي الدايكال. اوكي هسه نشرح لكم الفرق بين الدايكال والاذر ماتيريالز الام تي اي اللي هي هسه موجوده. الانديكيشن مالته الانديكيشن فيري سمول تروماتيك اكسبوجر بين بوينت بالنسبه للدايكال. الام تي اي لا شويه يصير اكبر زين الاكسبوجر بس هذا فيري سمول كلش مهم. vital tooth no mobility no periapical lesion هاي كلها نفس الشغلات. ليش تحجون مو شغله مهمه زين. الكونترا انديكيشن لما يصير عندي وايد ولما عندي نفس الشيء يعني الايفيدنس اوف نون فايتال توث. الكلينيكال بروسيجر هسه انتو جيتوا اشتغلتوا طب صار اكسبوجر اول شغله اسويها الايزوليشن لان هذا التو يعني وونت جرح وجتي عليه السلايفة اللي هي مدروسه مايكرو اورجانيزم. تصوروا انتم راح تنجح العمليه؟ لا. هو دائما اني من اشتغل لازم اكو سلايفة اجكتها زين ولازم اهيئ نفسي للايزوليشن. صار عندكم تروماتيك اكسبوجر معناته التوث نظيف تمام لو لا رأسا يعني قبل ما تصيحونه مدري شنو هاي الشغلات اي تأخير ماكو رأسا الايزوليشن. يابا ما تستعملون رابر دام مو اشكال بس ايزوليشن بالكترول بلاي بحيث قطرة ما يصير الدراينس نهائيا ما يصير دراينس بالاير سرنج دراينس بالكتر زين لان هذا انتو بالاير سرنج كبري لك اسبوجر تمام لو لا. فهذه الشغلة همينة مدرها زين. هاي اول شغلة اسويها زين. ثاني شغلة هو stopping للبليدينج. رجع شون stopping من البليدينج؟ رجع بالكتر زين.
اعوفه في الدقيقتين ثلاثه يعني فد شو اسمه اشيل القطنه. اذا بعد بليدنج نهائيا ما تخلوا الليتر اسمعك الا ان يوقف البليدنج. فد خمس دقائق ما وقف البليدنج ها هي اقرر انه هو يصير عنده. عرفتوا؟ زين؟ فهذه هي المساله. وراها ابدي اني لاير اوف دايكارد. بالنسبه هسه هذا نحكي احنا انتم للماتيريالز والفاسيلتيز اللي موجوده عندكم. دا اني احكي زين؟ اخلي اني هذه هسه طبقه دايكارد. علي؟ زين؟ وراها ايش اسوي؟ زين؟ انتوا شو تفضلون يعني؟ اذا عندي تروماتيك اكسبوجر نسوي تي اف لو بيرمننت ريستوريشن. انا افضل البيرمننت ريستوريشن. ليش؟ ها ليش؟ شلون؟ خلي دايكر. انا هسه انتوا عندكم اي ووند زين؟ هذا هو بالضبط التروماتيك اكسبوجر تخلوه ووند جرح. كل ما تسوي له دريسنج وتضمده وتغطيه زين يكون احسن. البروجنوسيس مو تمام بتر يصير على مود على مود ما يصير كونتامينيشن. التي اف ايش راح يصير اني عندي؟ تي اف نسبة المايكرو ليكج كلش اعلى تمام لولا واحتمال توقع صحيح لولا واحتمال يعني دا عرض هواية مخاطر زين. فهو وهذا الحكي شنو هم افهم البيشنت اسوي لك اياه اكمل لك اياه اني بس هو اذا اي بين معناته انه او فتي معناته لازم نسوي له اندو نفهم. وإذا الأمور مشت فولو اب هم أرجع إلى الفولو اب ضروري لأن يجوز يصير هو ما يصير عنده بين بس تبدي ال يعني الشغلات مالت النون فايتاليتي تمام لو لا شوية شوية وبعدين ما نشوفه إلا صار هيجي زين عيني. فهذه هنا أنا سويت له دريسنج بالدايكاب وراها شخلي له اللاينينج شو تفضلون؟ زنك اوكسايد سمنت زنك فوسفيت سمنت لا مو فوسفيت لا شنو؟ جناب 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 كاربوكسيليت سمنت ايذر كاربوكسيليت سمنت اور جي اي سي. ليش؟ شلون؟ لا هي وحده هذه من الشغلات هم صحيح؟ شلون؟ هذه وحده من عندها بس الشغله الثانيه شنو؟ الفسفورك مالتها الفسفورك الاسيد مالتها تكون عالي واحنا نسوي لا 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 الفسفورك هي صحيح البارتكل شو اسمه عدم الدستيشن يصير اخف بس الاهم من هذا بالجي اي سي شنو بالخاصيه؟ الكيميكال الكيميكال البوليكاربوكسيليت انا افضل الجي اي سي على البوليكاربوكسيليت زين؟ يعني يعني هو اللايننج اوف تشويس بهيك حاله. بوليكاربوكسيليت شو يصير عندي؟ يصير عندي ادهيرن زين ادهيجن تمام راح يمنعني اي مايكرو ليكج لان انا احتمال حتى اذا اسوي امالجم هم يصير عندي مايكرو ليكج. انا داريد اقطع عنه اي كونتامينيشن زين سويته وبعدين بيرمننت ريستوريشن زين تمام. احيانا اذا اضطرينا ايش اسوي؟ البيرمننت الجي اي سي فوق اذا ما اريد يعني اسوي له بيرمننت او شي تي اف هذه الاي ار ام اللي هو انترميديت بروستراتيف ماتيريال اخليها بس ورا ما اخلي له اني جي اي سي. شوفوا في حين الاندايركت كونتراندكيتد الجي اي سي ليش؟ لان راح يصير ادهيشن لما اشيله قوه راح يشيل لي اللاير ويصير اكسبوجر. اوكي هسه وصلت يعني شنو فرق هذا بين دايركت وبين لان هوايه ما يفرقون شنو الدايركت وشنو
وش وقت اسوي الدايركت وش وقت اسوي الدايركت. وراها راح اعوف اني اسبوعين يعني 6 إلى 8 أسابيع حتى همين التشيك، بعدين 2 إلى 3 حتى يعني اذا اني خال تي اف ذاك الوقت يعني الاير ام اشيلها، بس ما اشيل الدايكال نهائيا ولا اشيل اللاير اوف ذا جي اي سي نهائيا، هذا اللي ما تنشال زين، بس نشيلها ونخلي البيرمننت ريستوريشن. بس خلوا ببالكم اكو شغله، بيرمننت ريستوريشن هنا انا دا اقصد بيها الفلنج. Permanent restoration إذا يحتاج كراون نهائياً ما سوي كراون مو أقل من 1 سنة أعوفه. زين؟ أعوفه ليش؟ لأن أنا احتمال أو أقل شيء فد 3 أشهر أعوفه. أتأكد السن ما صار وأتأكد من الفيتاليتي مالته وكل شيء أوكي، يلا ذاك الوقت أسوي كراون أند برج عليه. زين؟ يعني ك permanent filling not permanent restoration as a crown crown and bridge هالمسائل هذه اوكي. هي هذه شو اسمه طبعا هنا انا بالفولو اب شنو اللي اني اولا الانديكيشن مالته او ايش وقت اني اللي شو اسمه اقرر هذا التوث اسوي. اولا قلنا تروماتيك اكسبوجر فايتال توث نومابلتي نفس الاوبجكتيف مالته. اوبجكتيف ليش دا اسوي هالعمليه؟ تو كيب ذا فايتاليتي نو بوست تريتمنت بين زين او فد كلينيكال بين او فد شغلات ما عندي هالشي. هذا ذاك ايش قلنا الاوبجكتيف حتى يصير عندي شنو الريستد دنتين. هذا شي يصير ريباراتيف دنتين. ريباراتيف دنتين شوف الفرق، هذا الريستد هذا ريباراتيف، يعني الميكانيزم تماما تختلف. صح انا الماده وحدها دا استعملها نفسها بس الميكانيزم هي دا تختلف. يعني أنا عندي إن أنا دا أشوف هذه هذه بالنسبة لها يعني ما انطيتكم إياها بالمحاضرة تو تايب كالسيوم هيدروكسيد وتوتال اتش، يعني جتي فترة قاموا يستعملون مو يريدون أديرنس بمكان الجي آي سي بوند زين، بس صارت فد بحوث فد شيء إنه هي يعني هنا أنا تو تايب الصور ما خليتها بالمحاضرة أنا هالمرة زين. بس هي هذه الطريقه كالسيوم هيدروكسيد هيموستات بعدين ديس انفكتنت هاي كافيتي اعتيادي كالسيوم هيدروكسيد ريزن موديفايد جي اي سي اي ار ام وبعدين الريستوريشن او راسا مباشره الريستوريشن. هي هذه طريقتنا. اما بالنسبه اكو طريقه اللي التوتال اتش اسوي ايش اخلي هذه اشرح لكم اياها على السريع يعني اخاف تسمعون بيها تقرون او شيء. ما كان الاكسبوجر ما اخلي هذا الدايكال الاعتيادي اخلي بيست دايكال بيست بس اغطي مكان الاكسبوجر زين، بعدين اسوي توتال اتش من اغسله راح يروح كليته مو تمام، اخلي البوند فوقه البوند لان لايت كيور راسا راح يصير شنو ست. من صار ست راح يغطي مكان الاكسبوجر تماما. دكتوره لا تكون مفيده خلت له طبقه هذا بيست بيست زين دايكال بيست مو على مدة تنشال يعني البوند يصير مباشره شي يسوي كلوز ذا اكسبوجر هيجي فكرتهم هيجي. على كل إن هي هسه هاي الطريقه مو دارجه يعني اكثر شيء هي اللي دارجه احنا الدايكال، بس هم هسه يستعملون البايودنتين والام تي اي وهذه الشغلات. وهسه يعني من نحكي على الام تي اي يعني اقول لكم شنو الفرق بيناتهم اوكي. هسه
هذا انا عندي هذه شغله الاكسبوجر، هذا شفتوه هذا هنا اكسبوجر اقل دايره، العمليه كلها مثل ما شرحتكم. هسه نجي الى هي ايش دا يصير عندي زين الشغله هذاك ارسته تمام، هذا اللي جاي يصير عندي انا جيت شوفوا هذا اللي اقول لكم من تجون هيك تسووه عدل عدل بالنص ما يصير اكسبوجر، ما تشوفون على من انا اللي طلع لكم البليده لان هذا البالب هورن كل شيء وعادة يصير بالبالب هورن. صار عندي بين بوينت اكسبوجر، الشغله اللي دا تصير عندي بالبدايه شو يصير عندي؟ طبعا هاي شغلات البليدنج والكلوت، بعدين هنا مايجريتنج للفايبروبلاست، يعني هي هذه اذا تتخيلون بالضبط الهيلنج مالت الووند زين؟ هيلنج مالت ووند يصير، يعني هنا عمل الدايكال زين؟ هي صحيح اكو كانت يعني ثيوريا وفكره او هذه انه يقول هو ريليز الكالسيوم، بس اذا نجي بي على الحقيقه الريليز اوف ذا كالسيوم من الدايكال كلش كلش بطيء، يعني هنا ودائما نشوفه يعني شافوا بالبحوث انه من يفتحون وراها يشوفوه الدايكال ديسوليوشن صاير رايح يعني زين متلاشي تماما، بس هي باقيه العمليه البروسيجر اوف هيلينج اللي هي تاخذ مجراها. فاني من دا استعمل الدايكال هذه هي الميكانيزم مالته هيلينج زين، كل ما هنالك الدايكال دا يكون ديسانفكتد تمام يعقم لي اياه المنطقه الدريسنج دا تصير. اما ريليز اوف ذا كالسيوم لا، ريليز اوف ذا كالسيوم جماعه الام تي اي وهالشغلات هذه اللي نسويها والبايودنتي اللي هي تصير سريعه جدا اوكي، فهي هذه. فهنا نفسها راح يصير فايبر بلاز جتي مكانه هنا يعني الى ان تصير عندنا فايبرودنتي، هذا مكان الهيلينج صار هيلينج كون ريباراتيف دنتين. ريباراتيف دنتين اللي قلنا يختلف عن البرايمري والسكندري دنتين بالارنجمنت، فعلا انه انتم من يصير جرح يصير عندي المنطقه فايبروسس تمام لو لا، تختلف عن بقيه المناطق مال الجسم. فهذا بالضبط هم تصير كانه فايبروسس من يتكون ريباراتيف دنتين زين. هذه اذا عندي انا، اما بالنسبه للام تي اي، ام تي اي هي طبعا composed of mineral oxide زين، هي ترايوكسايد الحقيقة هنا أنا ممكن ما خالت الجسم ترايوكسايد هي من جماعة الجلاس ألومنيوم ماتيريال زين. هذه شو تسوي؟ ريليز الفلورايد الكالسيوم ريليز مينرال، يعني بحيث اني من اخليه على مكان الاكسبوجر يعني فعلا يصير عندي ريليز للمينرالز ويكون لي طبقه تكون لي زين وسريعه جدا زين. في حين اني اذا الكالسيوم هيدروكسيد اعتقد لا ما تتكون طبقه، كالسيوم هيدروكسيد هو جاست ديس انفكتد، في حين أنا عندي الـ MTA طبعاً بعدين تطور اللي صار البايودنتين اللي هو أسرع بالسيتنج، هذا السيتنج مالته شوية بطيء يبقى 24 ساعة بس very very good materials يفيدنا هواي شغلات البيرفوريشن الأبكس فيكسيشن ابيكس فيكسيشن الحقيقه صارت عقوب الاندرو، يعني قبل الام تي اي تدرون ايش قد يطولون بالطفل يروح ويجي حتى يصير عندي لاير اوف كالسيوم يطول في السنه، في حين هذا راسا خلال اسبوع هو متكون الباريا زين. فالام تي اي
كلش يعني ماتيريال حلوة وزينة. وأنتوا إذا تسمعون البايودنتين اللي هي متطورة أكثر، هي همينة ألومنيوم أوكسايد جماعة هم تراي أوكسايد ماتيريالز، بس مطوريها بحيث السيتنج مالتها يكون سريع واستعمالها أسهل، هواية أسهل يعني من الـ MTA نفسها. طبعا بالدايركت ولا دايركت؟ شنو لا 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 بس بالدايركت، ما جبتها الاندايركت. لا لا دايركت ما اقول زين، بس جست للدايركت. الاندايركت انا اعتمد بس اخلي دايركت، بس هذا لا. لان شنو الشغله هذه ليش ما استعملها؟ خليني نجي احنا نتناقش ليش ما استعملها للاندايركت. الدايركت شنو لازم اسوي انا؟ يعني لازم اشيل الدايكاب صح لو لا؟ حتى اشوفه صار ارستك لو لا؟ اشوفه بعيني. امين ان شاء الله. ما ماكو شيء. مو نظيف. هذا ما مو كلين. زين زين هذا الـ MTA انا يعني اذا اخليه مو هذا في ادهيشن ويا الـ MTA اكو ادهيشن. ما اقدر اشيله. شنو المشكلة اذا عرفت امشي؟ شنو؟ مو انا عندي كيريز يجوز ما متحول الى ارستك. يجوز ما بتحول. هذه أنا الأرستد ما أقدر أقرر بي صارت الأفكتد، ما أقدر أقرر إذا مو أشوف بعيني وأتحسسه بالبروب. تعرفون شنو؟ يعني هي هيك الشغلة. دكتورة. أوكي. إذا عندنا أوبن أبيكس. أوبن هذا الأبيكس فيكسيشن هو أستعمل الـ MTA نفسه. الأوبن أبيكس. بس الأوبن أبيكس هسه راح نجي عليه اللي هو البالباتومي. الفايتال بالباتومي استعمل هسه اللي ورا ساعه بيش هسه 10 وثلث ما صار له نص لحق نخلص زين. صارت هوايه مع والله يعني ترجون هي بقعتكم المانجمنت اللاف اللي هو بابتومي فور ذا فايتال. اذا عندي يصير اكسبوجر اذا تروماتيك او باثولوجيكال او ميديال اخليه عندك المحاضره الجايه. اسمعوني زين.